السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تعمل ويب سايت تسوق فيه المنتجات بتاعتك، مثلا فاتح انت محل بيبيع عسل، بيبيع اي حاجة، تقدر ان انت تعمل له موقع خاص بيه وتحط الصور بتاعتك كل حاجة. الموقع ده ميزته ان هو سهل جدا في الاستخدام، معتمد على الذكاء الاصطناعي، مجرد تسحب بس الصور وتحطها وتلاقي الموقع انشئ، اسمه tenweb.io، هو سهل جدا، هو معتمد على الووردبريس. الووردبريس عامل زي الفيسبوك، مجرد بتكتب محتوى وتقول له شير، خلاص بيبدأ عندك الموقع فيه المحتوى اللي انت عايزه. زي ما انت شايف سهل جدا، تختار لون الصفحة، تختار لون الكلام المكتوب، بتختار تكتب انت الكلام اللي انت عايزه وتلاقي الموقع بتاعك جاهز، وتقدر انت تشيره في اي لحظة. بتقول له بس انا عايز اعمل كرييت ويب سايت، وتكتب اسم المنشأ، تكتب الوصف بتاعك، تقول له انا عايز صفحة مثلا فيها الكلام الفلاني، وتبدأ تكتب وتعمل شير. بتختار الستايل اللي انت عايزه، في ستايلات كتيرة جاهزة، مش محتاج ان انت تصمم صورة او تصمم نت او تتعلم حاجة معينة، وتبدأ تقول له انا عايز صفحة جديدة، عايز مثلا صفحة فاضية، عايز صفحة خاصة بالتواصل معنا، تلاقيها جاهزة، مجرد بس تكتب الايميل بتاعك بحيث لما حد يبعت رسالة توصل لك. عايز صفحة عن المنتجات بتاعتك، فهو عامل ان ده مش للمبرمجين، ده للناس اللي عايز حاجة سهلة جدا وبسيطة، وفي نفس الوقت الأسعار بتاعته مش غالية.